all about ancient coins. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. زي ما اتفقنا نتكلم كل يوم ندردش على عملة كده معينة، بس الغرض ان هو في أسئلة دينية رمضانية كده في شهر كريم عشان ناخد حسنات فيه. صلوا على رسول الله واذكروا ربنا، لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فما تنسوش الأسئلة وياريت في تفاعل. يعني نتكلم النهاردة كده عن الميتين جنيه. الميتين جنيه دي الجديدة اللي احنا لسه بنصرفها لحد الآن، تمام؟ بتاع المميز فيها بتاع فاروق العقدة، تمام؟ والمميز أصلا في الميتين جنيه حتى اللي احنا بنصرفها، لو هي مميزة يا جماعة وفيها أرقام كويسة، زي مثلا 3 وحايد، 2 2، 3 وحايد كده، بتبقى كويسة، تعمل فلوس، ممكن تعمل 400 جنيه. مش هنقول يعني، انما مثلا لو اصفار وواحد، اصفار 2 3 كده لحد 10، دول اي ممكن تعمل فيها 1000 جنيه و2000 جنيه كمان. ولو اتنينات بقى وتلاتات واربعات ولحد 9، دي ممكن تعمل فوق ال 2000 جنيه. في بقى ارقام منها بتبقى برضو ايه، يقول لك ايه، مثلا 9 2، 8 2، 9 2 كده، او 3 9، بتعمل برضو فلوس. انما ما تجيبش رقم بقى ايه مفعكش، معلش، زي مثلا اللي قدامك ده 6 5 1 6 7 7 5، وتقول لي مثلا يعمل فلوس، هيعمل ايه يعني؟ مش هيعمل حاجه، صدقني. 200 جنيه قيمتها 200 جنيه. فيقول لك بقى علامات، في ال 200 جنيه ده علامه، شريط، ودي ما فيش فيها شريط، لا في دي فيها نقط، ودي ما فيش فيها نقط. ايوه، فاروق العقده ده، بص، العمله دي كده كده هتعمل فلوس، اللي هي بتاع فاروق العقده اللي هي قبل اللي احنا بنصرفها ديت، لانها كانت مميزه شويه زي ما انت فاهم، فدي فيها خطوط ودي ما فيش فيها خطوط والكلام ده كله، وديت عملة. فهنشرح الكلام ده كله بعد العيد برضو، العملات ال 200 جنيه دي والورقية وال 100 جنيه وال 50 جنيه وال 20 جنيه وال 10 جنيه وال 5 جنيه برضو. هنشرح الكلام ده كله بالتفصيل الممل بقى علشان تعرف بس العملة دي تعمل ايه، واقول لك برضو ارقامها، رقم ده هو يعمل كام، حتى لو هو مش كويس يعمل قد ايه بالظبط، ورقم كويس يعمل قد ايه بالظبط، ورقم مميز يعمل قد ايه برضو بالظبط، تمام؟ عشان نبقى برضه فاهمين العملات بتعمل ايه. والله بجيب لكم كل جديد، والعمله ممكن تغلى بكره، ممكن تغلى بعده، ممكن تغلى كمان شهرين ثلاثه، ممكن ترخص حسب السوق وحسب الطلب وحسب العملات اللي بتنزل كتيره مع الناس، والناس دلوقتي بتخزن عملات وبتطلع بها بطريقه فظيعه يعني، فالتجار والجماعه دول بيستغلوا كده يعني. اما العمله دي فكده كده يعني، لو معاك عملتين منها نادرين وكويسين وارقام كويسه، ارجو الاحتفاظ بها دلوقتي، لان زي ما قلنا الاسعار دلوقتي وحشه جدا في السوق وفي كل مكان اصلا وعلى المواقع حتى. ليه؟ لان الناس دلوقتي مش محتاج عملات يعني، الناس محتاج دلوقتي مصاريف رمضان، عيد، بتاع دي طالعين منه كلام من ده، فهي طبعا مش هتتجه الاتجاه ده. ايوه، في كل حاجه واسواق شغاله وكل حاجه، بس ايه، مش زي اليومين اللي فاتوا. وكده كده العملات دي هتتحسن، وهشرح لكم بالظبط ال 200 جنيه دي تعمل ايه بقى بالتفصيل. انا شرحتها في فيديو قبل كده، هبقى راجعه، خدت بالك؟ بس انت حافظ على العمله اللي هي بتاع فاروق العقده اللي هي تحت ده، اهي، بلاش الاثنين اللي فوق دول، ده بلاش اللي احنا بنقول على الاثنين اللي تحت دول، شوف العمله دي عامله ازاي، بس ما تجيبليش بقى العمله اللي فوق بقى ايه، ما هي في منها برضه فاروق العقده، بس ايه، مش اللي هي مميزه، تمام؟ وفي طارق حسن عامر وفي الكلام ده لسه بنصرفها لحد دلوقتي. فالعمله اللي تشوفها كده زي العمله دي كده، وهشرح لكم 100 جنيه وهشرح لكم كل حاجه. فالعملات اللي معاك حاول انت يعني تشيل منها عملتين ثلاثة بس كويس، واصرف انت الباقي، يكون ارقام مميزة هتحتاجهم فيما بعد، وهتعرف تبيعهم كويس لواحد هاوي او كلام من ده، ياخدهم منك. لو 200 جنيه ممكن ياخدها منك ب 600 جنيه و700 جنيه لو رقم حلو. اما لو رقم عادي يعني وبتاع وكلام من ده، مش هتسوى شيء يعني، ارجو انك تصرفها وخلاص بغض النظر يعني. عايز تعين عملة منها، ماشي، عين واحدة منها لو انت مش في احتياج. ليه؟ احنا قلنا الغرض في الشهر الكريم ده ان ناخد حسنات ونذكر ربنا كتير ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. فعشان ما نضيعش وقت برضه في الفيديو، احنا قلنا بندردش كده كلمتين مع بعض، اخ لاخواته، ونبدا بقى في الاسئله الدينيه اللي هي معانا بتاع النهارده، اسئله جميله جدا. ارجو من كل التفاعل في القناه، وتكتب الاجابه في التعليق بتاع الفيديو، تمام؟ نبدا السؤال. غزوة مؤتة
من أعظم الغزوات والمعارك للمسلمين، وكانت بين المسلمين والروم. غزوة مؤتة كانت بين المسلمين والروم والغساسنة. في أي عام وكم كان عدد المسلمين وكم كان عدد المسلمين وكم كان عدد الروم والغساسنة في هذه، تمام، في هذه الغزوة، غزوة مؤتة. أرجو أنك تبحث في النت وتدور، قبلك آية تقراها تاخد حسنات وإحنا ناخد جنبك حسنات. صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. اذكروا ربنا كتير كده، لا إله إلا الله. إحنا في شهر كريم، جرت معركة حطين الفاصلة بين المسلمين والصليبيين بقيادة صلاح الدين، وانتصر فيها المسلمون. غزوة حطين، معركة حطين يعني. في أي يوم وشهر وسنة وقعت هذه المعركة العظيمة بقيادة صلاح الدين الأيوبي؟ أجب واستفيد المعلومات اللي بتدور عليها، فصدقني ما بتطلعش من دماغك بعد كده، بالذات المعلومات الدينية دي. كم كان عدد الجيش الذي قاده صلاح الدين الأيوبي في معركة حطين؟ كان عدده قد إيه وانتصر فيها؟ وكم كان عدد جيش الصليبيين في هذه المعركة الفاصلة؟ فعلا كانت معركة فاصلة. ابحث ودور. صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. اذكروا ربنا كتير كده، اقروا القرآن. معركة بدر وقادها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين قريش، بينه وبين قريش، بين المسلمين وقريش. من هو قائد قريش؟ من كان قائد قريش؟ وكم كان عدد المسلمين وكم كان عدد المشركين في هذه الغزوة؟ أرجو التفاعل. وأنا قلت نجيب حاجة دينية يعني، وبعد العيد هنكمل العملات مع بعض بإذن الله، وفي مفاجآت كتيرة، والسوق هيبقى كويس والعملات هتبقى كويسة، وهتجيب سعر كويس بإذن الله. أرجو من الجميع يا رب يعني يداوم على فعل الخير، بالذات في شهر رمضان الكريم. أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بخير ويمن وبركات يا رب، والرزق يزيد معاكم يا رب دايما. أتمنى أن أسيبكم على خير، دمتم في رعاية الله وأمنه وأمنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع ألف ألف سلام.